9:29 لتوا ما زالت 9:44 مشينا الإدارات وحكينا على خدمات مختلفة، خط القطار بين تونس وبنزارة منظرة السيزيام والالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية. باش نختموا بالبلديات، ديما عندها نصيب لأنه هذه طلبات المواطن وهذه مشاغل المواطن التونسي. اليوم باش نمشيوا لولاية أريانا تحديدا للدائرة البلدية بالغزالة مع شاكر بالقاسم. مرحبا شاكر. حسام ليليا، تحية ليك وتحية كيف مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. احنا تو موجودين في حي الغزالة، تحديدا أمام الدائرة البلدية بحي الغزالة. الدائرة البلدية هذه هي قبلة كل من سكان الغزالة، أريانا الصغرى، منطقة جعفر، منطقة رياض الأندلس، منطقة منخيلات. الحقيقة قبل كانت حاجة باهية برشا، كانت منظمة، كانت تنجم تدخل أونليني، تاخذ موعد معناها تقص نومرو نهار كذا وقتاش تنجم تجيب، يجيك إشعار على تليفونك بالهواتف الذكية ولا بالحاسوب، يجيك إشعار يقول لك اللي بعد 5 دقائق تنجم تتفضل بحذانا تقضي قضيتك. العملية هذه تعطلت عندها بعد أسابيع، اتصلوا بينا بعض المواطنين، جينا هوني باش نشوف شنو المشكلة بالضبط ونشوفوا معاينة الاكتظاظ. صباح الخير. قداش عندك تجي البلد هون؟ كيف تدرج توا هكاك؟ مدة الانتظار قداش؟ 9:45 سنجي، أما فيت في الحقيقة مسنسين دو غيشي دونك. مدة الانتظار الموجودة في الورقة هذيك فعلية معناها ولا عادة يكون أقل؟ كل مرة وكيفاه. أما نورمالمون أقل، مادام فما دو غيشي نورمالمون أقل. حسن مدام. يسلمك. وحسب رأيك في علاقة بالبلدية هذه مقارنة مع بلديات أخرين خير ولا لا؟ لا كيف باهية. ديما تسنى ديما صف؟ لا مشيش الصف، أنا مازلت أول مرة جاي. خويا حسن. عسلامة. أول مرة جاي؟ لا مش أول مرة نجي، هذه المرة الثانية ولا الثالثة. وزمان الانتظار الموجود في الورقة هو بيدو للسناه ولا أكثر؟ بون الحقيقة بالنسبة للبلدية هذه وقت أبرك معناها بارابور الآخرين. تاع نص ساعة ماكسيموم ديما. هذه في الورقة هذيك مكتوبة ساعة 10 دقائق. أيه. ساعة 10 دقائق ما نصورش. سنة قلب العالم. أيه. عسامة مدى. مش رأيك البلدية في النظافة؟ ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله منظمة. كيف تكون عرضة؟ أيه. ما قولها أنت متعرضة؟ لا بس لقيت مثلا واحد برك مشيت قعدت للظل، جاي 8:30 خذيت تيكي ودخلت. معنا مسؤول من البلدية باش يوضح لنا حول مسألة الاكتظاظ. كذا بالنسبة للتو تسمى الإدارة ماشي معبية، لكن المواطنين أنا المتصرف الدائرة البلدية بالغزال. العباد الكل تجي معنا الصباح مع بعض، تأخذ تيكيات مع بعض، كل واحد ببريوريتي بالأولوية، كل واحد معنا عنده التيكي نتاعه وعنده الوقت وفيه التيكي فيه وقت الانتظار وقديش قبله من المواطن. أنا وين يستنى ويقعد في الصالة، يقعد كما يحب يستنى في الصالة، يحب يخرج يمشي يعمل يقضي قضية أخرى، يرجع بعد ساعة يحب ويجي. يسألنا المواطنين قالوا لنا اللي زمان اللي تظهر الموجود في تيكي عادة يكون أقل، معناها يبدأ عنده ساعة. احنا في مثلا في التعريف بالأمن عندنا زوج شبابيك، هو ذاك يفترض اللي هو شباك واحد، كي تحط زوج شبابيك معناها شباك أربعة وشباك عندنا شباك واحد شباك خمسة، معناها اللي ينجم ولكن العملية ما هي الوقت هذاك ما ينجمش يكون مضبوط، خاطر ثم ينجم يجيك مواطن عنده دوسي ما ينجم يمثل 10 مواطنين اخرين، في برشا اوراق وفي برشا عمليات وتكون متشعبه، يعني نجم تشوفه واحد لكن هو تقريبا برشا وثائق وبرشا عمليات نفس العمليه. كانت عندكم خدمه الانترنت، حجز بالانترنت تجي قبل وقتك بالضبط، يجيك ارساليه ولا تنبيه يقول لك راهو سيئ. حتى توا ثم راهو بالهاتف الجوال نجم تاخذ في بلاصه انك تاخذ تيكيب ورقيه، معناها نجم تاخذ معناها رقم بالهاتف على الجوال ويعطيك قداش مازال قدامك وقت الانتظار المتبقي، وقبل 5 دقائق من باش توصل يعلمك اللي يقول لك راك توا مازال 5 دقائق باش تجي تاخذ والحجز عن بعد. فيه ثم اشكال تقني معناها توا نحاول نتجاوزوا ونتلفوه على اقرب الاجل. يعطيك الصحه وان شاء الله ركزي. كما كنا نسمعوا حتى ولو انه التطبيق او الحجز الالكتروني هذا يعاني من خلل تقني فالامور ماشيه مريقله. كي تاخذ تذكره تلقى زمن الانتظار طويل شويه، لكن عاده يكون حسب ما قالوا المواطنين والموظفين هوني ما يكونش طويل برشا زمن الانتظار، تقريبا في محله من الرضا رغم معبيه بارابول قبل من بارابول العاده معبيه شويه. حبيت نحيي المتصرف لله بالبلديه قال لي نسجل مع المواطنين من الاول، سلمت عليه انا متعديد ما خذيتش اذنه وانا باش نسجل، خلاني نكمل خدمتي وما قصش عليا، داخل كما دخلوا الناس الكل وعطى راي ووضح الجانب التطبيق اللي فيه المشكل. على باب الاداره